السلام عليكم، مرحبا الناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على زويزك وين يلعب آخر أوراقه ضد خصمه الليبي. يعني والله ما تربح، إن شاء الله ما تربحش. واش غادي تروح انت؟ اش غادي دير؟ لازم يروح راجل فماك، لازم يروح راجل، ما غاديش تربح. يعني راكم ديروا دائما، راكم ديروا في الاهانه للجزائر. نوكت، هادو نوكت كيما تاع زاتشي، نوكت ترشحات تاع نوكت. كيما زاتشي ميدان بهلو نكته، كيما زاتشي قال لهم ارسلنا الملف تاع ولد مزاي تاع ولد زميلي نكته، ما رسلو ما والو. بالعاني خرج هذاك زين عامر من يهدر يقول لهم هذه اعتبروها يعني اهانه للجزائر، التصريحات تاع مدور، سيادة تاع مدور. والضربه تاع ولد الزميلي على وليت تخرج تكذب تقول باللي رسلوه وفي الفاف استقبلوا روطار وكلش. واو لك عاقل عليها 2018؟ راني عاقل عليكم كاع من واحد شكتو تهضروا. اليوم بغيت قصر جاي تبدلوا يتحسنوا برك، تحسنوا تبدلوا الكسوه وجهو. هذا مكان تبانوا منا تروحوا تدوروا على لاغوش، ومن بعد تعاودوا تولوا تعاودوا تدوروا على لا دروات، والشعب يدلوها. زين عامر قصف مدور، مدور زعيم، مدور راه مدور راه يحارب فيكم انتوما خبثاء كاع. مدور راجل، مدور انتوما تلحقوه ولا؟ مدور راجل، مدور انا نقول لكم مدور راجل، مدور حارب فيكم بالواحد خبثا. انتوما كاع راكم عليكم تعايروا في مدور. هيا ذاك زين عامر على عاير مدور، على عاير مدور، على عاير مدور. زين عامر منين؟ هيا قولوا لنا منين لما نتابع. هيا قولوا لنا لما نتابع بارادو، هو عارف في مدور. على تاع بارادو كاع راهم جايين ضد مدور، على واحد لي باس تاع بارادو كاع جايين ضد مدور. على هذيك الكلبه تاع اللي ترضع ليون كامله، اللي عندها وزين تاع لوري اللي هنا بداتها ترضع ليون. على تعاير في مدور، على الناس يتعاير في مدور. قولوا لنا عليهم يعايروا في مدور. مدور راجل، مدور زعيم، مدور تاع درتيه. نقولها لكم ونعاود نولوا نتكلموا يعني على هذا زفيزف، يعني اللي ما يحمي ما يبرد. يعني خدام عند خدام في دالي دوحه، عند مدرب يخدم المدرب برك، جاي يخدم المدرب، ما كان تاع حاجه وحده اخرى. وين يلعب رئيس الاتحاديه الجزائري لكره القدم جاي زفيزف اخر اوراقه لنيل عضويه المكتب التنفيذي للكاب، والتي يتنافس فيها ضد الليبي عبد الحكيم سلماني، يعني مسند من طرف المغرب، يعني مساند من طرف يعني الاعضاء في الاتحاد الافريقي. وحسب ما اورده الصحفي في قسم الرياضي التلفزيوني الجزائري بلال بوزيدي في منشور له على حسابه في موقع الفيسبوك، فان جاي زفيزف لم يتبقى له سوى صوتين للفوز بعضويه المكتب التنفيذي للكاب على بالنا. واوضح بوزيدي ان رئيس الفاف جاي زفيزف سيكون مرفوق بامينه العام في اجتماع الكاف القادم، وسيحاول زفيزف استغلال علاقة متوترة بين موتيفي ولقجع من أجل كسب أصوات لصالحه بسبب تأثير جنوب إفريقيا على بعض الأعضاء. وتساءل الصحفي إن كان جاي زفيزف سيرحل من على رأس الفاف في حال فشل في خط عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي سياق سباق نيل شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، كشف مصدر لمنصة أوراق أن الجزائر تبذل جهود كبيرة للفوز بتنظيم هذه الدورة. يا ودي أنتم روحتوا درتوا 2027 وتقول لي 2025، إذا ما نأمنش بهذه. وأكدت مصادر أن رئيس سابق الاتحاد الجزائري لكرة القدم شاف الدين عمارة على تواصل دائم مع رئيس الكاف باتريك موتيفي بحكم الصداقة التي تجمعهم. أنا ما فهمتش، إلا كاين انترفونسيون، كاين انترفونسيون تا تروح تجيب تقول بلي راه عندنا صداقة ورانا نجبو ورانا نديرو، يا ولد ربع الخمسة وسبعة وعشرين، روح ضربو 27. يعني رغم الكولسة الكبيرة
يعني يمكن لك ولا سالا والو، الناس راهي دات البودات ها وربحت وصحيت. وأفادت مصادر أن الجزائر تحاول استغلال توتر العلاقة بين الرجل الأول في كاف جنوب إفريقيا موتسيبي ورئيس جامعة المملكة المغربية فوزي لقجع بسبب يعني نفوذ الأخير وتمديد يعني وين نقولوا باللي نقول لكم باللي هذا موتسيبي وين راهم قاضبين عليه ديزافير كبار. أم قاضبين عليه ديزافير يا ودي غير ربي لي يا ربي لي يا ربي لي لي عارف شكاين ما تالي كاع يا ربي لي عارف شكاين. أنا نقولها لكم هذه هي بزاف راهي غلطان بزاف حاسبة بلي راهي غير هاكا لا كان لا هاكا والو. أنا نقولها لكم وكان لا هاك لا هاك وانا نقولكم يا ودي الناس يتخدم في بلادي العربية الناس يتطور في كرة القدم في الرياضة هادي الناس والله يطور أو يطوروا في الرياضة يعني قدام برك وحنا يلا غالب لا الله غالب خويا هاكي تشوف كيما هاكا يعني عضوية سهلة هذه سهلة هذه سهلة. حاج محمد راه راه كان يرقد ويربح يرقد في دارو يربح تولينا يعني سيدي سيدي إلى ويلا سيدي سيدي ويلا يا والله ما فهمنا والو أبك بلي بلي هذا 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 الإعلام هذو أي الآخر مؤمن أو دعمي أنت يا بزاف على بالك بلي غادي من بعد غادي ندير فيديو بزاف عليك المؤمن تكذب بزاف أنت يا ستان كرون مونتيغ أبك بلي تاع الضربة تاع تاع كيسموه تاع لاريس تاع المهدي لاريس على بالك بلي السيد صحافي على بالك بلي بلي قلب زك على بالك او انت صحافي دير وانت يا جدي تجري ناس المنشورات كاذبة تجي تنشرها للشعب عيب عليك على بالك والله غير دور قرآن كيما مضاري قدام لي في قوبي عباد تهدر قرآن لا لا عباد تهدر اهدر اهدر قرآن اهدر انا نقول لك بزاف عليك غادي نبان لك فيديو جبتلك تصريح تاع هذيك موقع هذاك كاذب هذاك عباد بلي حطيتو في زوج تاع لي زيكيب يعني ايكيب تلعب في الثلاثيام ديفيزيون في طليان وايكيب يعني راهي راهي مفلسه دراهم لي قلت بلي راهي مكاش كاع او لو قولي تبريكولي وانت عندك الشعب نتايا هذه هي خويا هذه انا موالفين دخلها في الحيطة ما قلت وكيت بالكم هاي لا اربح اربح ولا اخسر اخسر نورمال راكم نورمال ما تالي كاع راكم نورمال قلت لها هادي يا خويا ما غادي ديروا والو ماذا وهادو هادو راهم يلعبوا لكم على المورال وصايك ما تالي كاع يلعبوا لكم على المورال ما كان والو كان والو راهم يلعبوا لكم على المورال وصايك كسروا عليكم وصايك هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو واللي بشي ابوني معنا ديما معكم بجديد وربي يحفظكم خاطر.